السابعة والنصف مساء بتوقيت العاصمة بيروت، أهلا بكم إلى المسائية. نبدأ بالعناوين مع لينا دوغان. مساء الخير، إلى العناوين. قوات الاحتلال تواصل عدوانها على غزة، والمقاومة تقصف تل أبيب وتدخل سلاح الطيران إلى المواجهة. وزارة الاتصالات تضخ ملايين الدولارات في خزينة الدولة بعد 4 سنوات من الحرمان لأسباب كيدية. تواصل الاشتباكات في السلسلة الشرقية بين المعارضة السورية وحزب الله، فكيف يخفي الحزب أعداد شهدائه؟ وهلأ مع أكرم برنامج من بنك بيبلوس، استبدلوا بس 29,000 كارد مايل بسفر على إيطاليا. مساء الخير. انتقال عدوى التعطيل إلى مجلس الوزراء هل يتكرس واقعا فيحول دون انعقاد جلسات مجلس الوزراء، أم أن الساعات المقبلة ستثمر حلا عبر توافق القوى السياسية على ملف الجامعة اللبنانية؟ وبالانتظار، فإن خطورة المرحلة التي تمر بها المنطقة دفعت مصادر سياسية مواكبة إلى التأكيد على ضرورة التوافق، خصوصا وأن الخلافات بين الأطراف تترافق مع اهتزازات أمنية آخرها دفعة الصواريخ التي أطلقت الليلة الماضية من سهل القليلي في الجنوب، فيما كانت تخوم السلسلة الشرقية في البقاع تشهد مواجهات مسلحة بين عناصر تابعة لحزب الله وأخرى من المعارضة السورية. إقليميا، العدوان الإسرائيلي على غزة لم يتوقف قصفا وغارات ليسجل تطور جديد في المواجهة، مع إعلان حماس عن البدء بتسيير طائرات من دون طيار من نوع أبابيل واحد. ولكن قبل الدخول في تفاصيل كل ذلك، نتوقف عند خبر سيترك انعكاساته على الوضع الاقتصادي. مع ضخ وزارة الاتصالات مبالغ بملايين الدولارات في خزينة الدولة بعد 4 سنوات من الحرمان لأسباب سياسية وكيدية، كلفت الاقتصاد اللبناني خسائر كبيرة بملايين الدولارات. تقرير شارب العبود. على مدى 4 سنوات حرمت خزينة الدولة اللبنانية من أموال هي حق للبنانيين، في وقت ترزح فيه المالية العامة تحت عبء الدين العام وفوائد خدمة الدين. على مدى 4 سنوات مارس وزراء الاتصالات اعتباطية غير مفهومة، وحرموا اللبنانيين من أموالهم عبر الامتناع عن تحويل أموال بمليارات الدولارات إلى الخزينة العامة. اليوم، ومع رحيل شرب النحاس قل السحناوي عن الوزارة، وبناء على كتاب من مدير عام الوزارة رئيس هيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف، وفيه تفاصيل عن أرصدة الوزارة وتحديد حصة البلديات من عائدات الخلاوي وحصة خزينة الدولة، اتخذ وزير الاتصالات بطرس حرب قرارا شجاعا وأفرج عن أموال اللبنانيين وحول هذه المبالغ إلى الخزينة. وفي التفاصيل، أن أرصدة الوزارة منذ بداية العام 2010 لغاية 3/7/2014 بلغت 721 مليون و129 ألف دولار أمريكي و1798 مليار و999 ألف ليرة لبنانية، إضافة إلى 14 مليون و174 ألف و609 يورو. وبناء عليه، وفي 8 تموز وقع وزير الاتصالات على تحويل 650 مليون دولار أمريكي من خارج موازنة الوزارة إلى خزينة الدولة، كما تم تحويل 1673 مليار و20 مليون و300 ألف ليرة على أن يشكل 673 مليار و20 مليون و300 ألف ليرة حصة البلديات من واردات الخلاوي عن الفترة الممتدة من 1/1/2010 ولغاية تاريخ 31/5/2014، ومبلغ 1000 مليار ليرة لخزينة الدولة. هي أموال حرمت جيوب اللبنانيين منها دون أي عذر قانوني أو تبرير منطقي واضح. واليوم تضخ الوزارة هذه الملايين في خزينة الدولة التي تكبدت خسائر بفعل تجميد الأموال ما بين 180 إلى 200 مليون دولار سنويا، فيما كان المعنيون بالأمر يحاضرون عن الإنفاق والإصلاح. لليوم السابع، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلية قصفها الوحشي لقطاع غزة، وقد ردت المقاومة بقصف تل أبيب وهرتسليا. تزامن ذلك مع اجتماع للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لبحث العمليات العسكرية في القطاع، كما فاجأت كتائب القسام قوات الاحتلال بالبدء باستخدام الطائرات من دون طيار.
بعد أسبوع على بدء قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية الجرف الصامد في قطاع غزة، دخل تطور جديد على خط المواجهة القائمة مع حركة حماس. فقد أعلنت حماس عن البدء بتسيير طائرات من دون طيار من نوع أبابيل واحد للقيام بمهام خاصة داخل العمق الإسرائيلي، وقد قامت بطلعات فوق مبنى وزارة الدفاع الإسرائيلية. وكشفت حماس عن امتلاكها 3 نماذج من الطائرات ذات مهام استطلاعية وهجومية وانتحارية. يأتي ذلك بعدما أعلن جيش الاحتلال عن إسقاط طائرتين من دون طيار قادمة من غزة فوق إسدود. وفي ظل القصف الإسرائيلي لمنازل المدنيين جوا وبالمدفعية، تواصل المقاومة ضرب المستوطنات بالإضافة إلى مواقع عسكرية منها كيسوفيم وبالمخيم. سياسيا، كرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن الهدف الرئيس لعملية الجرف الصامد هو إعادة الهدوء إلى المدن والتجمعات السكنية لفترة طويلة وإلحاق أضرار ملموسة بالبنى التحتية لحركة حماس. في هذه الأثناء تتواصل المساعي الدبلوماسية الخارجية للتوصل إلى تهدئة، إذ أكد الاتحاد الأوروبي أنه على اتصال بالأطراف المعنية للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار. يأتي ذلك في ظل تأكيد الجامعة العربية على ضرورة التحرك السريع لاتخاذ التدابير اللازمة للوقف الفوري لإطلاق النار وتوفير الحماية للفلسطينيين ودعم الجهود المبذولة لفرض الالتزام ببنود اتفاق الهدنة الموقع في العام 2012 بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. استنكارا للعدوان على أهالي غزة، نظم تيار المستقبل اعتصاما أمام الإسكوا في بيروت. تقرير ربيع شنطف. من بيروت هنا غزة، شعار رفعه المعتصمون أمام الإسكوا الذين تجمعوا بدعوة من تيار المستقبل للتضامن مع أهالي فلسطين ضد ما يتعرضون له من اعتداءات صهيونية. الاعتصام شارك فيه النائبان عمار حوري وزياد القادري والسفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور، بالإضافة إلى حشد من المواطنين اللبنانيين والفلسطينيين. إن تيار المستقبل يحذر من أن الظلم الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني سيولد الانفجار إذا ما استمر المجتمع الدولي بالتخلي عن مسؤولياته في القيام بدور حاسم باتجاه إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية. وندعو أشقائنا العرب أن يتوجهوا بكل إمكاناتهم، لأن المعركة الأساسية اليوم هي معركة مع الاحتلال. وفي ختام الاعتصام سلم دوميت رسالة إلى ممثل الإسكوا رفعها المعتصمون إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون، تضمنت مطالبة تيار المستقبل بالتحرك الفوري لوقف المذبحة الصهيونية. هي صرخة بوجه الاعتداءات الصهيونية على أهالي غزة أراد تيار المستقبل أن يطلقها من أمام مقر الأمم المتحدة في بيروت، ويبقى الأمل أن يستفيق المجتمع الدولي من غفوته. من حديقة جبران خليل جبران، ربيع شنطف، تلفزيون مستقبل. شنت المقاتلات السورية منذ قليل غارات على جرود إرسال، فيما تتواصل الاشتباكات العنيفة بين الجيش الحر وجبهة النصرة من جهة ومسلحي حزب الله في القلمون والمنطقة الحدودية على امتداد السلسلة الشرقية. فكان حزب الله قد نعى 6 من عناصره، 5 في القتال عند السلسلة الشرقية القريبة من إرسال، وهم زكريا فيصل سجد من الهرمل، محمد علي حمودي من خربة سلم، بلال محمد كسرواني من النبطية، يحيى الزكلي من بعلبك، وعلي حسين النمر، والسادس علي محمد يوسف المقداد من بلدة مقني البقاعية. كيف يخفي حزب الله أعداد قتلاه في سوريا؟ وكيف يغير مضامين تقارير شهادات وفاتهم؟ في تقرير لمنير الربيع. تمر أخبار تشييع حزب الله لقتلاه في سوريا مرور الكرام، ينعي الحزب وفاتهم أثناء تأديتهم واجبهم الجهادي. تعلن بعض الأسماء والبعض الآخر يبقى طي الكتمان. حتى الآن لا عدد رسمي للذين سقطوا في سوريا. تبدأ القضية مع تزوير وثائق الوفاة أو تغيير مضمونها الحقيقي، إذ من المفترض أن يقوم مختار كل بلدة بإصدار وثيقة تتضمن أسباب وظروف الوفاة، لكن هذا ما لا يحصل بحالة من يسقط في سوريا. وهنا تؤكد مصادر واسعة الاطلاع للمستقبل أن الحزب هو من يتولى إصدار وثائق الوفاة عبر اختياره لمخاتير قريبين منه ويثق بهم.
وحين تأتي الجثث وتتوزع على المستشفيات يأتي المخاتير ويكتبون شهاداتهم حول أسباب الوفاة، وتشير المصادر إلى أن جميع التقارير تتحدث بصيغة واحدة حول كل القتلى، وهي أنهم توفوا بعد تعرضهم لحادث ولا يسمى نوع الحادث. كما تذكر التقارير أن الجميع يدخلون إلى المستشفيات جرحى ويتوفون أثناء تلقيهم العلاج. الإشكالية الأساسية الثانية هي أن وثيقة الوفاة يجب أن تحظى بموافقة طبيب، ووفق المعلومات المتوافرة للمستقبل فإن الحزب أيضا يقوم بترتيب كل هذه الأمور، وكون الطبيب لا يضع السبب الحقيقي للوفاة فهذا يعني أن الشهادة مزورة، وهنا أيضا يتخذ الحزب الإجراءات الملائمة التي تحافظ على حقوق الطبيب. أجرينا اتصالا بعدد من المخاتير في بعض القرى الجنوبية التي سقط فيها قتلى للحزب في سوريا، وهؤلاء المخاتير نفوا أن يكونوا قد أصدروا أي وثيقة لأي من القتلى، مؤكدين أن هناك مخاتير ينتدبهم الحزب للقيام بذلك. كذلك وبعد بحث أجريناه في بعض دوائر النفوس يتبين أن أي تقرير من تقارير الوفاة لا يشير إلى مقتل أحد في سوريا، ما يؤكد لجوء الحزب إلى التزوير لإبقاء أعداد قتلاه في دائرة المجهول. قبل متابعة النشرة نتوقف مع فاصل نستمع خلاله إلى آيات من الذكر الحكيم ثم إلى أذان المغرب. صياما مقبولا وإفطارا شهيا. الاعتداءات الإسرائيلية لم تقتصر على قطاع غزة بل شملت أيضا مناطق في جنوب لبنان لا سيما الحدودية منها. ترددات العدوان على غزة تواصلت جنوبا، وأن كان الهدوء الحذر قد سيطر على المنطقة الساحلية جنوب مدينة صور بعد التوتر الأمني التي عاشته ليلة الأحد وحتى فجر الاثنين نتيجة إطلاق صواريخ من منطقة سهل القليلي باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، والرد الإسرائيلي ب19 قذيفة مدفعية من مواقعه في بركة ريشة والتي طاولت أطراف زبقين والحنية وجب السويد ومجد الزون وسهل القليلي، في وقت استمر الطيران المروحي الإسرائيلي بالتحليق فوق المناطق الجنوبية لا سيما الحدودية منها. الجيش اللبناني واليونيفيل سيارة دوريات مشتركة على طول الخط الساحلي، وتم العثور على منصتين لإطلاق الصواريخ في أحد البساتين في سهل القليلي. وفي سياق متصل أكدت قيادة الجيش مديرية التوجيه إقدام مجهولين على إطلاق صاروخين من جنوب مدينة صور باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى أن قوى الجيش فرضت طوقا أمنيا حول المنطقة بالتزامن مع استهداف العدو الإسرائيلي محيط بلدتي مجدلزون والمنصورية ومحلة جب بسويد ب25 قذيفة مدفعية وإطلاق 6 قنابل مضيئة فوق بلدتي الحنية والعامرية من دون الإبلاغ عن إصابات في الأرواح. وأشارت قيادة الجيش إلى أن وحداتها تواصل أعمال التفتيش وإجراء التحقيقات اللازمة بالتنسيق مع قوات اليونيفيل لتوقيف الفاعلين وإحالتهم على القضاء المختص. بدورها أعلنت قيادة اليونيفيل أن قائدها العام بالوكالة اتصل بكبار قادة القوات المسلحة اللبنانية والجيش الإسرائيلي وحثهم على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والتعاون مع اليونيفيل منعا لأي تصعيد، مشيرة إلى أن اليونيفيل تعمل بالتنسيق مع الجيش اللبناني على تعزيز السيطرة الأمنية في المنطقة، وهي باشرة تحقيقا في الحادث الذي شكل خرقا خطيرا للقرار 1701. في الشأن السوري، شن الطيران الحربي التابع لنظام الأسد غارات عنيفة بالبراميل المتفجرة على الأحياء المحررة في حلب وريفها، في وقت أرسل الثوار تعزيزات عسكرية إلى المدينة الصناعية بعد سيطرة قوات الأسد عليها بمساندة حزب الله. إلى ذلك اندلعت معارك بين الثوار والشبيحة في دير الزور التي أصبحت في مجملها تحت سيطرة تنظيم داعش، في حين رزحت قرى في ريف حماة تحت قصف البراميل المتفجرة من الطيران المروحي، في وقت قصف النظام بصواريخ أرض أرض مدينة المليحة في الغوطة الشرقية. وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على مشروع قرار لإدخال مساعدات إنسانية بإشراف الأمم المتحدة إلى الأراضي السورية عبر تركيا والأردن والعراق من دون الحصول على موافقة النظام السوري، وهدد المجلس بإجراءات إضافية ضد الأطراف في سوريا في حال عرقلة إدخال المساعدات. وأعدت مشروع القرار كل من أستراليا ولوكسمبور والأردن، واستغرقت المفاوضات عليه أكثر من شهر، فيما حذر النظام السوري عند بدء الحديث عن مشروع القرار أنه قد يقصف القوافل التي تدخل الأراضي السورية من دون الحصول على إذن مسبق منه. بعد الفاصل، الوضع الجنوبي وعمل مجلس الوزراء مدار بحث في السراي. واريف يقول عدم انتخاب رئيس خطيئة كبرى.
المسائية مستمرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أخبار. قوات الاحتلال الإسرائيلية تواصل عدوانها على غزة، والمقاومة تقصف تل أبيب وتدخل سلاح الطيران إلى المواجهة. وزارة الاتصالات تضخ ملايين الدولارات في خزينة الدولة بعد 4 سنوات من الحرمان لأسباب كيدية. تواصل الاشتباكات في السلسلة الشرقية بين المعارضة السورية وحزب الله، فكيف يخفي الحزب أعداد شهدائه؟ طلب قاضي التحقيق العسكري فادي صوان عقوبة الإعدام ل23 متهما، بينهم 9 موقوفين، منهم القيادي في كتائب عبد الله عزام، نعيم محمود عباس، وجمال دفتردار، وجمان حميد، ولزعيم جبهة النصرة المتواري سراج الدين زريقات. وضم القاضي صوان ملف تفجير باص الشويفات إلى ملف عباس، وأصدر مذكرات إلقاء قبض في حقهم، وأحالهم أمام المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة. الوضع في المناطق الحدودية الجنوبية إضافة إلى عمل مجلس الوزراء مواضيع بحثها رئيس الحكومة مع زواره. الوضع الحكومي وما جرى في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة كان محور لقاءات رئيس الحكومة تمام سلام في السراي الكبير، حيث عرض وزير التربية الياس بوصعب على سلام 3 حلول لملف الجامعة اللبنانية، كاشفا في دردشة مع الصحفيين عن حل واحد وهو الإبقاء على عميد كلية الطب التكليف، مشيرا لأن الكلام عن أنه يريد إعطاء حصة أكبر للتيار الوطني الحر أمر غير صحيح، والتيار ليس لديه أي نية في التعطيل. وفي هذا الإطار أبلغ وزير التنمية للشؤون الإدارية نبيل دفراج الرئيس سلام الدعم الكامل له حتى إذا لم يحصل اتفاق في مجلس الوزراء لاتخاذ قرارات وما يحتاج إلى تشريع في مجلس النواب يشرع. وأضاف دفراج أن الوضع في البلد سيكون على كف عفريت إن بالنسبة للخطة الأمنية أو للوضع في طرابلس والجنوب، وعلى الجميع أن يتحمل المسؤولية. والتقى الرئيس سلام وزير الاقتصاد ألا حكيم الذي أكد بدوره أن حزب الكتائب لا يعرقل عمل الحكومة، قائلا إن التفرغ أصبح وراءنا ونحن نصر على أن يكون لنا وجود في مجلس الجامعة كغيرنا. ومن زوار السراي النائب زياد القادري ووفد من مهرجانات القبيات برئاسة سنتي حبيش. وصف وزير العدل اللواء أشرف ريفي عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية بالخطيئة الكبرى التي أدت إلى تعثر العمل في مجلسي النواب والوزراء. جال وزير العدل اللواء أشرف ريفي في قصر العدل في بعبدة متفقدا انتهاء أعمال الترميم والتجهيز في المبنى، ورافقه الرئيس الأول الاستئنافي في جبل لبنان القاضي هنري حلو وقادة عسكريين وأجهزة أمنية. ريفي اعتبر أن عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية كان خطيئة أدت إلى تعثر العمل في مجلسي النواب والوزراء، كما تطرق إلى ملف الموقوفين الإسلاميين. نعم، ارتكبنا خطأ جسيم جدا، بالعكس جريمة وطنية، بعدم انتخاب رئيس جمهورية. تعثرت الأعمال بمجلس نواب، تعثرت الأعمال برئيس الحكومة، مثل ما بيقولوا إيش ما فتشنا يجب أن نبدأ بانتخاب رئيس الجمهورية. حاجة نفتش على حلول. الحل الأساسي الوحيد هو انتخاب بأسرع ما يمكن لموقع رئيس الجمهورية ليصير في عنا لحد ما مظلة أمان سياسية. طمن كل أهالي الموقوفين أنه العدالة ستأخذ مجراها بشكل سريع جدا وبشكل عادل جدا. طرابلس لن تتخلى مهما كلف الأمر عن أمنه واستقراره. وشدد ريفي على وجوب حماية الجيش اللبناني والقوى الأمنية لتأمين شبكة أمان سياسية تؤدي إلى استقرار الأوضاع في لبنان. التقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب النائب مروان حمادي. عقب الاجتماع الذي استغرق 1.5 ساعة خرج حمادي رافضا الإدلاء بأي تصريح، مكتفيا بالتعليق ردا على أسئلة الإعلاميين إن اللقاء على أهميته يمنعني من إطلاق التصريحات. النشرة بعد الفاصل. انتحلا صفة أمنية وارتكبا أكثر من 30 عملية سلب. وفي الرياضة ألمانيا بطلة العالم في كرة القدم للمرة الرابعة في تاريخها. أهلا بكم. أكد وزير الصحة وائل أبو فعور أن لا تراجع عن قرار تخفيض سعر الدواء. كلام أبو فعور جاء خلال مؤتمر صحفي عقده بعد لقائه نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، وقد تركز البحث على سبل التعاون بين الوزارة والقطاع الاستشفائي الخاص. ملف التفرغ والمراحل التي مر بها كان مدار بحث بين رئيسة لجنة التربية والثقافة النيابية النائب بهية الحريري ووفد من لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية في مجدليون. الحريري وعدت الوفد بمتابعة هذا الموضوع مع المعنيين وتذليل العقبات أمامه.
استقبل النائب وليد جملاط وفدا من هيئة التنسيق النقابية وجرى البحث في موضوع سلسلة الرتب والرواتب إضافة إلى آخر اتصالات للوصول إلى إقرارها. وقد شدد جملاط على وجوب التدقيق بالحسابات كي لا يصل البلد إلى الهاوية. أوقفت المديرية العامة لإيقاع الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة شخصين متورطين بعمليات سلب بقوة السلاح طالت عددا من الأشخاص معظمهم من العمال السوريين. وبالتحقيق معهما اعترف الموقوفان بارتكابهما أكثر من 30 عملية سلب بقوة السلاح، وأنهما نفذا عملياتهما بواسطة سيارتين من نوع كيا تم ضبطهما. كما اعترفا بأنهما كانا يستخدمان لوحات عمومية مزورة وينتحلان صفة أمنية أثناء سلبهما العمال السوريين. الآن نصل إلى الفقرة الاقتصادية مع ريما نجار. نبدأ جولتنا على أسواق اليوم مع بنك الراجحي بالمملكة العربية السعودية اللي عم يشهد تراجع بالأرباح الفصلية، بحيث انخفضت أرباح الربع الثاني من سنة 2014 بنسبة 8.2%. أما سبب تراجع أرباح أكبر مقرض مدرج بالمملكة فبيعود لارتفاع المخصصات. وبالأرقام بلغت الأرباح 1.95 مليار ريال بالأشهر الثلاثة المنتهية ب 30 حزيران مقارنة ب 2.12 مليار ريال بنفس الفترة من السنة الماضية. وبننتقل لمصر مع البنك الأهلي المصري يلي عم يسعى لإصدار سندات مقومة بالدولار خلال السنة الحالية للاستفادة أولا من الأسواق الدولية وثانيا لتنويع مصادر العملات الأجنبية. وبالنسبة لتوقيت الإصدار فرح يتم تحديد الوقت المناسب بعد التشاور مع المؤسسات الدولية وأعداد دراسات داخلية حول الموضوع. أما قيمة الطرح فلم تتحدد بشكل نهائي، ولكن من المتوقع أنه تتراوح بين 600 مليون دولار والواحد مليار دولار أمريكي. ومننهي مع شركة الشوكولا السويسرية العملاقة لينت أند سبرونغلي يلي وافقت على شراء منافستها الأمريكية راسل ستوفر. هالاستحواذ رح بيساعد لينت على التوسع بالولايات المتحدة وجعلها ثالث أكبر مصنع للشوكولا بأمريكا الشمالية، وبالوقت الحالي ما رح يتم الكشف عن قيمة الصفقة. أيضا تتوقع شركة لينت تعزيز أرباحها اعتبارا من سنة 2015 مع تسجيل 1.5 مليار دولار بمبيعاتها السنوية بأمريكا الشمالية. هيدا كان كل شيء لليوم، شوفكم بكرة. وفي الرياضة، ألمانيا بطلة العالم في كرة القدم للمرة الرابعة في تاريخها. تقرير صبح قبلاوي. مساء الخير. مونديال البرازيل انتهى امبارح بالليل. 208 دول بلشوا المشوار من حوالي 3 سنين بتصفيات كاس العالم. النهائيات استضافتها البرازيل على مدى الشهر، 32 دولة شاركت. دولة واحدة بالنهاية هي ألمانيا من أوروبا ربحت اللقب على أرض أمريكا الجنوبية. هذه أول مرة بالتاريخ منتخب من أوروبا بيربح على أرض أمريكا الجنوبية. ألمانيا ربحت على الأرجنتين 1-0 بعد تمديد الوقت. أكيد هالمشاهد اللي عم نشوفها هي مشاهد من مباراة امبارح. جوتسي اللي قدر يسجل هدف المباراة الوحيد. مانويل نوير طلع أفضل حارس بالعالم، هو حارس مرمى منتخب ألمانيا. ليونيل ميسي أفضل لاعب بالمونديال، وهذا اللي أثار جدل كتير كبير حول العالم. ألمانيا انتظروا جمهورها 24 سنة ليحتفلوا امبارح بالشوارع برلين ولحتى يرفعوا كاس العالم ويتربعوا على عرش كرة القدم العالمية. جمهور الألماني امبارح كان عم يحتفل بطريقة جنونية بشوارع المدن الألمانية كافة بانتظار وصول منتخبهم بكرة أو بعد بكرة لبرلين، وأكيد رح يكون في احتفال رسمي واحتفال شعبي منظم. هيدا امبارح كان كل شيء عم نشوفه عفوي. الاستفزازات امبارح ما كانت بين الجمهور الارجنتيني والجمهور الالماني ابدا، كمان الجمهور البرازيلي دخل على خط الاستفزاز وهالشيء حصل خارج الملعب. هون رح اترككم تشوفوا هيدا الجمهور يلي عم بيعلق مع بعضه، هو جمهور المنتخب البرازيلي يلي اضطر يشجع المانيا لحتى يستفز غريمه التقليدي بكره القدم الارجنتين. عم بتشوفوا الاستفزازات يلي دفعت بعض الجماهير البرازيليه وهن حاملين عمل علم البرازيل انهم يشجعوا منتخب المانيا امبارح بالليل، ولكن الشرطه البرازيليه كانت واعيه وقدرت تسيطر على المشاكل يلي حصلت ما بين شعبها وبين مشجعين الارجنتين.
هلا امبارح خلص مونديال البرازيل 2014، 2018 راح تكون بروسيا، امبارح بالماراكانا الملعب الشهير بالبرازيل، وقبل انطلاقة المباراة النهائية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وساب بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ورئيسة البرازيل روساف كانوا عم بيسلموا السلطة الرياضية لبوتين يلي وعد انه روسيا راح تنظم 2018 بشكل كتير حضاري وبشكل كتير متطور. مبروك لكل الجمهور الألماني، هارد لك للجمهور الأرجنتيني ولكل الدول اللي شاركت بالمونديال، على أمل شي نهار نكون عم نقدم نشرة أخبار فيها لبنان ولو بالنهائيات. من هون لوقتها إلى اللقاء. الآن صفحة الأحوال الجوية مع لارا منيف. بونسوار. نسبة رطوبة عالية مع اتجاه رياح جنوبي غربي رح توصل سرعتها لل 40 كيلومتر بالساعة مع درجات حرارة مستقرة. هيدا هو طقسنا بالأيام المقبلة. من صورة جادو فيرا شيا على البحر اللي هو موضوع صورة وشمسية بنتقل لشوف شو أخبار الطقس ببعض العواصم العربية. برجع بكفي على طقس لبنان. رح بلش من الرباط 29 درجة، الجزائر كمان 29، 31 بتونس، 37 درجة بالقاهرة، بكفي على دمشق 33، بغداد 44، 32 درجة بالقدس، الكويت 46 درجة، 44 بالدوحة، وبختم مع الرياض 41 درجة. برجع على طقس لبنان، بكرة غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة لتوصل أقصاها على الساحل ل 32، أدنيها ل 23. مثل ما قلنا رطوبة عالية رح توصل لل 85%، بالجبل عم تتراوح بين ال 17 وال 26، أما بالداخل بتوصل أقصاها لل 36 درجة. تفاصيل أكثر بنروح على الخريطة اللبنانية، ورح بلش من المناطق الشمالية. عكار 31، 30 بطرابلس والكورة، الأرز 24 درجة، الهرمل 29، القاع 25، 27 درجة ببعلبك، كفي على جبال 29 درجة، فريا 27، 32 بجوني وبعبدا، بيروت كمان 32 درجة مع طقس غائم جزئيا، زحلة 30، 31 بشتورة، 30 بعنجر، 29 درجة بمشغرة، 30 بجزين وبرشية مرجعيون، 31 درجة بنت جبال، 30 بيت الدين، 30 درجة، وبختم مع المناطق الجنوبية صيدا سور وقانا 32. كيف رح يكفي طقس الثلاثة الأربعاء والخميس؟ بكرة مثل ما قلنا غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة لتوصل أقصاها ل 32، أدناها لل 24 درجة، سرعة الرياح 23 كيلومتر بالساعة، بيستقر الحرارة لنهار الأربعاء بتستقر ل 32 درجة، أما نهار الخميس بتنخفض درجة واحدة لل 31. بمنطقة الأرز عم تتراوح الحرارة بين 13 وال 24 درجة. لهون بتخلص النشرة الجوية، بعتوا لنا صوركم على انستغرام وعلى فيوتشر تي في ابلكيشن، وأنا بشوفكم بغير نهار وبغير طقس بس أكيد بنفس الوقت. في ختام النشرة تذكير بعناوينها: قوات الاحتلال تواصل عدوانها على غزة، والمقاومة تقصف تل أبيب وتدخل سلاح الطيران إلى المواجهة. وزارة الاتصالات تضخ ملايين الدولارات في خزينة الدولة بعد 4 سنوات من الحرمان لأسباب كيدية. تواصل الاشتباكات في السلسلة الشرقية بين المعارضة السورية وحزب الله، فكيف يخفي الحزب أعداد شهدائه؟ من منير ومني أطيب التحيات، شكرا لكم وإلى اللقاء. إلى اللقاء.